منتخب 2008، يمكن مقبلين على بطولة شمال أفريقيا في نهاية الموسم ده في شهر 11 إن شاء الله بإذن الله. استعدادنا للبطولة ديت، بطولة شمال أفريقيا اللي مؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إحنا يمكن عاملين ثلاث مباريات، منها مباراة مع منتخب اسكندرية يوم 14، ومباراتين دوريتين مع الأردن يوم 17 ويوم 20 إن شاء الله بإذن الله. والله أنا مش بحط منتخب 2008 في مقارنة مع 2005 أو المنتخب الأولمبي، لكن إحنا بنقول إحنا بنحمل إحنا بنحمل شعار منتخب مصر. منتخب مصر ده أنت ليك طموحات وأهداف ملهاش سقف وملهاش حدود، يعني أنت كلاعب كرة قدم أو لعيب في منتخب مصر هنا طموحك ما بيقفش عند حد معين، طموحك يبقى كبير. إحنا مش لازم الطموح ده يبقى كبير جدا عشان حتى اللاعب ذات نفسه يبقى عنده قابلية والاستعداد إن هو يتقبل أي شيء، يقدر في جو سخن هيشتغل، في جو بارد هيشتغل، في ملعب مش كويس هيشتغل، في ملعب كويس هيشتغل. فدي اجواء اللعيب الدولي. فالحمد لله رب العالمين، خاصه ان احنا يمكن ربنا كرمنا واخدنا بطوله شمال افريقيا، كانت شهر 4، وكانت بطوله شمال افريقيا لمنتخب 2007. يمكن الكابتن علاء نبيل يمكن المدير الفني للمنتخبات يمكن رشحنا ان احنا نطلع البطوله ديت كتجربه والكلام ده كله، وقال لك انا هدعمكم وتحت في ظهري منكم، هو الكابتن محمد يوسف. فطلعنا البطوله والحمد لله رب العالمين. يمكن انا قلت لهم في اول ما مشينا، قلت لهم يا جماعه احنا مش رايحين بطوله وديه، احنا اعتبروها ان هي بطوله رسميه واحنا عايزين نفكر ان احنا ناخد البطوله. والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا واخدنا البطوله، لكن ده يعني زاد علينا في ان انا لازم اوجه للاعيبه اللي خاصه هم لسه صغيرين ان مش معنى انك انت اخدت البطوله خلاص انت بقيت عالي. لا بالعكس، المباريات الرسميه بتبقى مختلفه تماما عن المباريات الوديه. بتلعب المباريات اذا ما كنتش تحترم الفرقه من اول دقيقه او من اول المباراه مش هتقدر تاخد المباراه زي ما انت عايز. ان شاء الله احنا عندنا بطوله في نهايه الموسم، بطوله شمال افريقيا، نستعدها بشكل قوي. عاملين معسكر دلوقتي 10 ايام، بدأنا من يوم السبت، كل اللعيبه مركزه وعندها روح كده في التدريب، وعندنا 3 ماتشات وديين. كل اللعيبه طبعا في المعسكر روح على قلب بعض يعني، وده بيخلينا نبقى كويسين في الملعب، وان شاء الله يعني بنستعد للبطوله دي بشكل قوي. ان شاء الله يعني الجيل ده بنوعدكم يعني ان هيبقوا جيل ان شاء الله كويس وهيعمل حاجه يعني ان شاء الله. احنا بنجهز لبطوله شمال افريقيا في اخر الموسم، وان شاء الله نوعدكم بالبطوله باذن الله. طبعا احنا كلنا اهم حاجه اللي احنا كلنا نحب بعض، وان شاء الله يعني بنجهز، وكابتن احمد الكاس وكابتن محمد اليم وكابتن رامي والجهاز الفني كله شغال معانا على اعلى مستوى. ان شاء الله بطوله شهر 11 بتاعتنا ان شاء الله باذن الله.